this video, I'm talking about telepathy and parapsychology. How to connect with the people from long distances, how to feel them, and how do they feel you. If you concentrate on them very well, and this is the exercise. Thank you very much. السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. بدي احكي لكم عن شغله انتم عارفينها بس مش عارفين اسبابها. كثير من الامور بتحصل معك وانت بتكون جالس لوحدك، فجاه هيك بخطر على بالك شخص، بخطر على بالك انسان بتتذكره، بيجي بقفز بذهنك مباشره وانت مش عارف هذا الموضوع. انت بتعرف ليش خطر على بالك فجأة هيك بدون اي مقدمات؟ هذه هي احدى العلامات، هذه علامة بينك وبين الشخص الاخر من علامات الانجذاب والمحبة والقبول، بغض النظر انك انت ما كنت تفكر فيه مبارح ولا اول مبارح ولا اليوم ولا حتى خطر على بالك ابدا، بس فجأة بتكون انت بتعمل بشغل معين، رايح الى السوق، رايح الى العمل، رايح الى الجامعة، رايح الى المدرسة، رايح الى الاقارب، الاهل، الكذا، بتشوفه انت هيك طلع لك مثل الشبح، ارتسم في وجهك او ذكرته بموقف ما، شفت موقف معين خلاك تذكره. اذا هذه احدى العلامات من علامات توأم الروح والتخاطر والتجاذب ما بينك وبين شخص اخر. بتحكي كيف انا فكرت بهذا الشخص وكيف تذكرته وكيف طرأ على بالي، لانه الارواح تتجاذب، بيصير عندك انت نوع من الانجذاب نحو التفكير وغير قادر على انك انت تشيله من بالك ومن فكرك. بتحكي كيف اجى على بالي هيك مره واحده. شغله تانية، ممكن ما تصير هذه الشغله معك، ممكن مش هذا الموقف اللي عم بيصير معك، انت مرات بتضحك لوحدك، تبكي لوحدك، تكتئب فجاه بدون اي سبب، بتتعب، بتتالم، تحلم، بتنام، مخك شغال وافكارك مشوشه وامورك تعبانه مش عارف ليش، انك ما في شهية للأكل ولا عندك رغبة في الاستمتاع بالاجتماع مع الأشخاص ومع الناس، الجلوس مع الآخرين، مع الزيارات، تروح تيجي، بتحب هيك تنزوي تقعد لوحدك، مثل عنده حالة اكتئاب أو تعب أو قلق أو هم أو غم، ما إلك شهية بأي شيء، ولا بروحات ولا بجية ولا بروحة ولا طلعة ولا بنزلة. بتصير تحكي طيب شو اللي عم بيصير معي، أنا وين بدي أروح، وطيب من وين بدي أبدأ، وكيف بدي أفكر، وكيف بدي أعمل، محتار مشوش ملخبط. بصير الناس تحكي معك وأنت مخك مزعوج متضايق، عندك هيدك، صداع غريب عجيب، ألم في الكتفين، بالرقبة، بأسفل القدمين، بالساق. طبعا هاي كمان احدى علامات انك انت نفسك بتفكر بشخص ما، في عقلك الباطن، في عقلك الباطن، في عقلك الروحاني، انت بدك تتواصل انت وشخص وغير قادر على الوصول اله، بدك توصل له رسالة، بدك تحكي له انه انت بحاجة لإله، حاسس حالك انك نصف انسان، نصف ميت ونصف عايش، مش قادر انك انت تتواصل مع هذا الشخص ولا انك تنجذب لإله بالطريقة الاعتيادية العادية، انك انت تشوفه دائما، تصير تختلق اي عذر، اي سبب، اي شيء تختلقه من اجل الوصول الى هذا الشخص. هذه طبعا علامة ثانية من علامات الانجذاب الروحي ما بينك وبين شخص اخر. شغلة ثالثة، بتكون انت نايم هيك وتحلم، بيطلع لك بالمنام، بتشوفه بالحلم، وهي الحالة قد تكون نادرة، مش دائما بتكون موجودة عند كل إنسان، وخصوصا يعني إذا كان المنام تحلم أنت بأنك أنت في بيت مجهول أو في عتمة أو ما في إضاءة يعني، وخصوصا الجو بيكون أمامك وكأنه الفجر والشمس غير مشرقة يعني، فبتحس أنك عم تمشي من بيت إلى بيت، بتشوف ناس، بتقابل ناس، بتقابل أشخاص، بتقابل ما بتعرف ولا واحد فيهم. هذه كلها تواصل أرواح ما بينك وبين الأشخاص اللي أنت
بتفكر فيهم، ولما تشوفهم على الحقيقة أو تشوفهم في مناسبة أو تشوفهم في مكان ما أو تشوفهم أو حتى تشوفهم في مكان عام، راح تحكي أنا هاي الناس أنا بعرفها من زمان، مش غريبة علي، مش لأول مرة أنا بشوفها، حاس إني أنا بعرفك من زمان، شفتك من زمان. بتنجذب لإله وبتنجذب لإله، بصير في ارتياح، بصير في محبة، بصير في قبول. هذا لأنه أصلاً الأرواح نفسها هي تواصلت بينك وبين أنت، روحك وروحها أو روحه وروحها تواصلت فيما بينهما قبل يعني، ممكن يكون قبل شهر، قبل سنة، قبل 5 سنين، قبل 10 سنين، حتى وأنت طفل صغير ممكن الأرواح تتواصل أنت شخص معين وتشوفه في الحقيقة يعني. فعلى طول تستغرب أنك إن هذا مش لأول مرة أنا بحس أني أنا شايف هذا الإنسان. فكثير الانجذاب الروحي بكون بينك وبينه والمحبة والقبول. هذه شغلة ثالثة. شغلة رابعة وخامسة وسادسة، بتصير أنت تحكي بطريقة ما أنه أنا هذا الإنسان، طيب كيف أنا يعني انجذبت لإله وحبيته وبشعر برغبة شديدة، مش غير قادر أن أقاوم هذا الإنسان. بتطلع وضعك الاجتماعي، متزوج مش متزوج، عندك أولاد ما عندكش أولاد، عندك ظروفك الاجتماعية، بتقول ليش طب طلع لي بهالوقت هذا ووقت يعني غير مناسب، يعني كيف بدي أعمل وأنا تعبت يا ربي. طبعا أنت الحل الوحيد أنك أنت تصلي الاستخارة وتدعي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله وتقرأ القرآن وتقرأ وتتمارس عملية التناجي وتمارس عملية التخاطر ما بينك وبين الله. كيف التخاطر ما بينك وبين الله؟ وأن تسجد وتطلب من الله، تسجد وتطلب من الله وتكرر بعض الآيات الكريمة مرارا وتكرارا، وتقرأها مرة ومرتين وثلاث وأربع، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هيك أنت صدقني تماما أنك إذا ما في إنسان أنت بتحبه وتعزه وتريده هو ما بحبك، no way، مستحيل يكون هذا الشيء موجود، إلا ما يكون أنك أنت حبيت إنسان وتكن له كل احترام وتقدير هو هيحبك. يعني ما في صحيح أنك أنت بتشعر أنه عم بتصرف معك تصرف مختلف، مش عم بقابلك أو بواجهك بنفس الشعور والرغبات والهاي، لأنه فيه ضوابط وفي أسس وفي restrictions، يعني في هناك عدة أمور بتمنعه أنه يعبر عن شعوره لإلك وتجاهه، ولكن بدخله بعقله الباطن بشعوره الداخلي هو يكن إلك الحب والاحترام والتقدير والانجذاب. وهذا شعور، في شيء بيجمع بينكم، في رابط مربط بينكم، في شيء بوصلك لإله أو بوصلك لإله. وهذا طبعا نوع من أنواع الانجذاب الروحاني المشترك ما بينك وبينه. سببه أنه أنت الروح بتألف، هي نص روح عندك ونص روح عنده بتألف. يعني بدون تشبيه، شوف الطنجرة وإلها غطايا، الحلة إلها غطايا، الوعاء له غطايا، هو غطايا وانت الوعاء، او انت الوعاء وهي الغطاء، فبصير هذا الانجذاب. ايضا كمان حالات النكد والتعب والقلق والهم والغم والحزن والالم والحيرة والتلبك وعدم الرغبة بشيء، كمان هاي سببها من اسباب الانجذاب الروحي والمحبة والقبول والتفكير بشخص بشكل عميق جدا جدا جدا. انت الان يجب عليك ان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن وتتخاطر مع الله وتمارس عملية التخاطر. عملية التخاطر هي عملية حقيقية، عملية حقيقية. عملية التخاطر معناها انك انت تتواصل مع شخص دون وسائل حسية ملموسة، ملموسة بقصد، انا بقصد بالحسية الملموسة انه مثل التلفونات ووسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، مش مثل هذه الوسائل. بامكانك تتواصل انت وياه روحانيا عن طريق ممارسة التخاطر، النفس العميق الشهيق والزفير، واستحضار هذا الشخص بذهنك، ولكن انه نستعملها بالحلال ان شاء الله ونتوكل على الله، فكثير بيجيب لك نتيجة وبتقرب اليك هذا الشخص باذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تكون عجبكم الفيديو. أي سؤال واستفسار أنا جاهز وحاضر في الكومنت تحت الفيديو، بعتوا لي رأيكم وأراءكم، وإن شاء الله كل التوفيق
والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. إن أعجبكم الفيديو لايك سبسكرايب اند شير. Wish you all the best. God bless you. والسلام عليكم من الله ورحمته.